السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منا لا يرغب برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كتابنا اليوم شرك كما لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر في بيوتنا. معلومات عن الكتاب: يعرض الكتاب 365 قصة من حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزمني منذ الولادة وحتى الوفاة، وكل قصة ما يقارب الصفحة، ويوجد فهرس بعناوين القصص في بداية الكتاب، كما يوجد خارطة للعالم الإسلامي في آخر الكتاب. أهم ما يميز الكتاب الأسلوب المبسط في عرض القصص والوصف الجميل للأحداث. ففي بداية الكتاب يعرض الكاتب كيف نسي الناس الله وعبدوا غيره، وعرض أمثلة من الظلم والفوضى التي كان يعيشها الناس، لذا بعث الله لهم نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قصص جميلة عن النظافة والكرم والإخلاص والرحمة التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع البشر والحيوان والنبات، فهو كما وصفه الله تعالى على خلق عظيم. وفي نهاية الكتاب نحزن لموت النبي، لكننا نفرح بأنه ترك لنا هديتين كبيرتين: القرآن والسنة. ونفرح برسالة الإسلام التي ألفت بين قلوب الناس بمختلف ألوانهم. ونحن الذين لم نرى نور وجه نبينا الحبيب ولم نسمع صوته العذب، سنظل نردد وقلوبنا مشتاقة إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.